استهدفت طائرات سلاح الجو التابعة للقوات المسلحة قاعدة الجفرة الجوية، حيث تتحصن بها الميليشيات الإرهابية والإجرامية. وأفادت مصادر لقناة ليبيا الحدث أن القصف أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين. يذكر أن الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة بمنطقة الجفرة كانت تقوم بعمليات تحشيد من أجل السيطرة على الموانئ النفطية، إلا أن هذه الخطط باتت مكشوفة لدى القوات المسلحة الليبية. تمكن أفراد فصيل صنف الهندسة العسكرية 105 التابع لغرفة عمليات الكرامة من تفكيك لغم أفراد زرعته الجماعات الإرهابية غرب بنغازي. وأوضحت مصادر مطلعة أن اللغم عثر عليه موصولا بمسطرة داخل فناء منزل أحد المواطنين بمنطقة جنفودة. يذكر أن الجماعات الإرهابية قامت بزرع عدد من الألغام داخل المنازل والطرقات والأبنية في المناطق التي كانت موجودة فيها. طالبت الهيئة العامة للإسكان والمرافق يوم الخميس أهالي عمارات جاليونس 7000 غرب بنغازي بعدم إجراء أي أعمال ترميم أو صيانة على المباني المتضررة بشكل كبير. وأفادت الهيئة في تعميم لها بأن المباني واقعة تحت دراسة اللجنة الفنية وتحتاج إلى إشراف مهندسون مختصون في المباني الجاهزة. ونبهت الهيئة إلى أن من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية. كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلا خاصا لليبيا وهو سلام فياض فلسطيني الجنسية خلفا لمارتن كوبلر الذي أدلى بآخر تقاريره أمس في مجلس الأمن الدولي. وتعتبر هذه الخطوة من قبل الأمين العام انتهاكا صارخا للمؤسسات الشرعية في ليبيا، حيث تمت هذه الخطوة دون استشارة مجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة، حيث طلب الأمين العام برسالة موجهة إلى مجلس النواب بالموافقة على الممثل الخاص الجديد. من جهته قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إن تعيين شخص آخر بمنصبه يعد مسألة داخلية خاصة بالأمم المتحدة، تعليقا على أنباء تفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في محله. أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عن توقيع اتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي المرفوض فايز السراج تتضمن دعم الحرس الرئاسي المسؤول عن تأمين وحماية مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ وعودها تجاه ليبيا، وآخرها عودة السفير التركي لمباشرة مهامه من العاصمة طرابلس. وأضاف يلدرم أنهم توصلوا لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تتولى تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية وإنشاء مشاريع جديدة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة في البلاد. ناقش الاجتماع الذي عقده عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية ببلدية البوانيس مواضيع الاحتياجات والخدمات والصعوبات التي تواجه المواطنين بالمنطقة الجنوبية، خاصة ما يتعلق بوضع آلية مستعجلة لتوفير وحدات متنقلة لتوليد الطاقة الكهربائية والإجراءات المتعلقة باستكمال محطة أبار الغازية وتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بالمنطقة الجنوبية، إلى جانب تنفيذ مشروع مصفات لتكرير النفط بالمنطقة الجنوبية. كما ناقش الاجتماع دعم بلديات الجنوب بتوطين مشروعات التنمية وتنفيذ دور الغاز الخاص بالغاز الطبيعي وأمكانية توحيد ودمج محطات التزود بالوقود التابعة لشركة البريغا وكيفية وضع حل جذري لفتح وتشغيل مطار سبها الدولي. ستمكث الباحثة الجامعية الليبية التي حكم عليها الأسبوع الماضي بالحبس لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية خديجة شابي في مركز تحديد الهوية وطرد المهاجرين في بونتي في روما. واندلعت قضية شابي المتواجدة في إيطاليا بفضل منحة دراسية ليبية عندما اعتقلت بسبب تواصلها مع جماعات إسلامية متطرفة عبر الإنترنت، وأجرت العديد من الاتصالات مع المقاتلين الأجانب الليبيين. وطالبت النيابة بحبسها لمدة أربعة أعوام، ولكن قاضي جلسة الاستماع الأولى حكم عليها بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراحها. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع قناة رسمي ليبيا الحدث دوت تي في. شكرا للمتابعة، في أمان الله.